جار الجدة فرفورة. بجوار مسورة صرف كبيرة في طرف المدينة، كانت الجدة فرفورة تسكن وحيدة في بيتها. بعدما غادر أبناؤها وتركوها تكمل حياتها وحدها، ففكرت بأن تؤجر غرفة في دارها، ترى من سوف يصبح جارها. بعد دقائق، دق باب الجحر، طق طق طق، فتحت الجدة فرفورة، فوجدت جرذ مجارير كبيرة. قال الجرذ مع ابتسامة عريضة: مرحبا بك سيدة فرفورة، تفضلي هديتي، ولك مني تحيتي، هل تسمحين بأن أصبح جارك، وأسكن في دارك؟ أخذت الجدة فرفورة باقة الجزر والبصل. وقالت قبل ان اجيب على سؤالك اين ستقضي نهارك رد الجرذ بفخر اقضي نهاري في المرحله الاولى من مسورة الصرف الصحي عند المصفات الكبيره عليها اصناف وفيره تصفي مياه البلوعات المليئه بالخيرات من مواد صلبة العائمة وورق وأقمشة وأطعمة. شعرت الجدة بالقرف وقالت: يا له من ترف! هنيئا لك بالطعام الكثير وخيرات المجارير، دعني أفكر، ربما تكون أنت الجار وتسكن في الدار انصرف الجرذ وترك الجده فرفوره تنتظر ضيفا اخر ترى من سيكون الضيف التالي والجار المثالي بعد دقائق دق الباب طق 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 فتحت الجده فرفوره فوجدت فار مختبر يحمل عطرا معتبرا هو يقول لها مرحبا بك سيده فرفوره تفضلي هديتي ولك مني تحيتي هل تسمحين بان اصبح جارك واسكن في دارك اخذت الجده فرفوره العطر وقالت على الفور قبل ان اجيب على سؤالك اين ستقضي نهارك رد فار المختبر اقضي نهاري على حوض ترسيب الشوائب حيث يترسب الحصى والرمل الدائب اشم المواد الكيميائيه والبكتيريه التي تحلل المواد العضويه وتجعل صحتي قويه وقد احضرت لك بعضا من رائحتها الزكيه سدت الجده انفها بكفها وقالت أفكر، ربما تكون أنت الجار وتسكن في الدار. إيه؟ انصرف فأر المختبر وترك الجدة فرفورة تنتظر، ترى من سيكون الضيف التالي والجار المثالي. بعد دقائق دق الباب، طق 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 فتحت الجده فرفوره لتجد فار هامستر لون فروته ابيض واحمر قدم لها حلوى السكر وقال لها مرحبا بك سيده فرفوره تفضلي هديتي ولك مني تحيتي هل تسمحين بان اصبح جارك واسكن في دارك اخذت الجده فرفوره منه حلوى السكر وقالت وهي تفكر قبل ان اشيب على سؤالك اين ستقضي نهارك رد الهامستر في احواض الطرد المركزي حيث يلف الماء لطرد الدهن والشحم باستمرار وادور معه طوال النهار قالت الجده فرفوره يا لها من عيشه مريحه وحياه مستريحه دعني افكر ربما تكون انت الجار وتسكن في الدار انصرف فار الهامستر تاركا الجده فرفوره تفكر من منهم سيكون جار الجده فرفوره يا ترى دعونا نكمل ونرى ذات نهار بينما كانت الجده فرفوره عند مصب المصرف انزلقت قدمها في النهر وجرفها التيار صاحت الجده العجوز آه، انقذوني ساعدوني سمعها الفئران الثلاثه واتوا مسرعين قال جرذ المجارير لن احاول الوضع خطير ساهرب بلا تفكير وقال فار المختبر الماء عكر لو نزلت سيزول عني العطر وقال فار الهامستر <applause> لن احاول فالتيار شديد سيجرفني بالتاكيد تعلقت الجده بفرع شجره بصعوبه ساعدت نفسها ونجت باعجوبه ثم خرجت تطارد الفئران الثلاثه وهي تصيح